الوطنيين لكل من تونس وكرواتيا. مباشرة إلى استعراض التشكيلتين قبل بداية المباراة، المنتخب الكرواتي في حراسة المرمى سلوغا، أول مباراة ليه حارس فريق ريكا في الدوري الكرواتي. ثالوث في محور الدفاع 21 دوماغاي، فيدا 6 مدافع ليفربول ديال لوفران، 14 فيليب بينكوفيتش، رقم 2 داريو ميلانياك، 7 يوسيب بريكالو، 15 ماريو بازاليتش، 19 ميلان بادلي، 8 ماتيو كوفاتشيتش، وفي الهجوم 20 برونو بيتكوفيتش، و9 اندري كراماريتش. طبعا يختار المدرب زلاتكو داليتش الابقاء على النجم نجم المنتخب الكرواتي في بداية هذا اللقاء، على الأقل لن يشارك ولن يبدأ لوكا مودريتش. حاولة الالتحاق من ميلينياك حط كورة خارج الملعب، رمية التوزيع في كورة من باديلي لداريو ميلينياك وألان جيريس بمشاركة شبيهة في كورة التصويب، مرت سلامات جانبية لمرمى معز حسن، قوية مباغتة كواش، يلتحق الحدادي ميرينياك أمام أنيس البدري من وجه كشريدة، ورصيت لمساكني فوق مرمى سيمون سلوغا. يوسف لمساكني 50 مباراة و14 هدف مع المنتخب التونسي، قلت لعب يدخلها ألان جيريس مقارنة بالمباراة الماضية بالترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، مع يوسيب بريكالو والتوزيع والدفاع الكرواتي، بينكوفيتش لكوفاتشيتش، وضربة المخالفة من وجدي كشريدة على ماتيو كوفاتشيتش. بعد مباراة العراق نسيم هنيد في رش بين سخيري متسلل يرفع الراية، كرة كشريدة ممكن كان في محور الدفاع مرفوعة من ياسين مرياح وبالخزري، وثم راية وتسلل امساكني بدري والهدف الأول أنيس البدري. شوف لمسة لمساكني للبدري، انفراد مع الحارس سيمون سلوغا، 1-0 للمنتخب التونسي. مطلع دقيقة 16 هجوم مركز للمنتخب التونسي، قلت عندما يكون لمساكني في أفضل حالاته